أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومع طبعا فقرة الفعاليات، لكن اليوم فعاليتنا وما سنتحدث عنه هو مؤتمر تم إقامته في إسطنبول، حيث تحت عنوان رائدات القدس يصنعن نصرها، كان لائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين المؤتمر السابع، والذي أقيم بتاريخ 27 واستمر إلى يوم 28 مايو هذا العام. طبعا كان هناك برنامج حافل للمؤتمر وضمن أهداف محددة، وكان الراعي الرسمي لهذا المؤتمر الذي أقيم في إسطنبول هو سفارة دولة قطر في تركيا والعديد من الشركاء في الرعاية، جمعية البركة للعمل الخيري والنسائي في الجزائر، ومؤسسة أدار العالمية للإغاثة من أندونيسيا، وجمعية الوفاء في الجزائر، وائتلاف المرأة الماليزي لنصرة القدس وفلسطين. ولأن للنساء دور مهم ومهم جدا، كان العنوان الأبرز والعنوان الجميل بأن للمرأة دور كبير في صناعة النصر القادم إن شاء الله، كان العنوان رائدات القدس يصنعن نصرها. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المؤتمر، والذي قلنا في بداية الحلقة أنه كان لي شرف أن أشارك في هذا المؤتمر، وعدنا بالأمس من إسطنبول، وحيث كان هناك العديد من الفعاليات وعدد كبير من الدول اللي شاركت في هالمؤتمر من خلال وفود فاعلة ومن خلال مشاريع والعديد. سأترك العديد من الفعاليات، سأترك لضيفتي من إسطنبول أن تتحدث عن هذه الفعاليات وعن أهداف المؤتمر. رحبوا معي مشاهدينا بضيفتنا الدكتورة تغريد صيداوي، وهي مسؤولة المحتوى العلمي للمؤتمر ومسؤولة المشاريع في ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين. حياك الله يا دكتورة تغريد، وأهلا وسهلا بك في بيتكم عامر. أهلا وسهلا فيكم، وأنا بتشرف جدا بالوجود معكم، وطبعا تشرفنا بكم سابقا بتواجدكم معنا، مشاركتنا هذه الاحتفالية العظيمة واللي تشرفنا فيها فيكم، وأيضا أتشرف بوجودي معكم الآن. طبعا حياكم بالتأكيد الله. حياك الله دكتورة تغريد، الشرف لنا بأن نشارك في مؤتمر هو للقدس ولنصرة القدس وفلسطين ولمؤازرة أهلنا في فلسطين، والشرف لنا أن نلتقي بأهل القدس والمقدسيين، والدكتورة تغريد هي مقدسية أبا عن جد، مش هيك يا دكتورة؟ نعم. أبا عن جد، الحمد لله. حياك الله وحيا كل المقدسيين وكل أهلنا في فلسطين. طيب دكتورة، نبدأ مباشرة. مضمون المؤتمر والموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر في هذا العام، وكان المميز بأن هذا المؤتمر نسوي، كان قبل ذلك المؤتمرات رجال ونساء، لكن لأول مرة أعتقد هذا المؤتمر كل الإعداد فيه كان والتقديم والمشاريع للنساء. فنتحدث عن مضمون المؤتمر وعن الأهداف الكبرى للمؤتمر. مضمون المؤتمر هذا كما قلتي وتفضلتي أخت دعاء، هو كان صراحة هدفنا الأسمى والأكبر في ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين، هو إبراز دور المرأة في موضوع قضية فلسطين بشكل عام، وإبرازها في الملفات التي تضمها هذه القضية، وليس فقط نساء فلسطين بل كل شخصية فردية أو مؤسساتية مناصرة وداعمة لقضية فلسطين. فكان هدفنا لذلك، كنا نريد أن نحشد هذه الطاقات النسائية في كل العالم العاملة والمناصرة والداعمة للمرأة والقضية الفلسطينية تحت مظلة واحدة. فلذلك نشأ فكرة هذا المؤتمر كوسيلة لهذا الحشد العظيم، لنبين فيه دور نساء الأمة في مناصرة ودعم صمود المرأة الفلسطينية في الداخل والخارج، المرأة الفلسطينية المقدسية وفي الضفة وفي غزة وفي الداخل، كل هذه الأدوار التي تقوم بها المرأة الفلسطينية. نحن أردنا أن نبرز ونبين دور نساء الأمة جميعها في دعم ومناصرة هذه المرأة
وأيضا أن نعمل على توعية الناس ورفع مستوى الوعي عندهم بقضايا وواقع المرأة الفلسطينية أينما حلت في الداخل والخارج. فكان هذا هو مضمون المؤتمر وهو الوسيلة التي من أجلها كان هذا المؤتمر. نعم، يعني كان أما بالنسبة نعم للأهداف، عفوا سألتيني عن الأهداف الكبرى نعم نعم للمؤتمر، يعني أنا كنت صراحة هناك سأبدأ. عدة أهداف. تفضلي تفضلي تفضلي. تفضلي دكتورة تغريد. بالنسبة للأهداف الكبرى للمؤتمر، صراحة كان هناك عدة أهداف، ولكن تركزت في 3 أو 4 أهداف إن أريد أن أختصرها. يعني أول شيء أن نبين للناس ونرفع مستوى وعي الناس بموضوع واقع المرأة الفلسطينية. لما أتكلم عن واقع المرأة الفلسطينية، الجميع يعلم أن الاحتلال قد قسم فلسطين إلى أجزاء. هناك عندنا المرأة المقدسية لها معاناة خاصة، وهناك المرأة في الضفة لها معاناة خاصة، وهناك المرأة في غزة تعاني من معاناة خاصة بسبب الحرب والحصار إلى آخره، وهناك أختنا الفلسطينية في الأراضي الداخل 48 الأراضي المحتلة. لذلك نحن وأكثر العالم يعني في الخارج لاحظنا أنهم لا يعلمون هذه التقسيمة ومعاناة المرأة فيها. لذلك أردنا أن نركز على هذا الجانب ونرفع مستوى الوعي بهذه الأمور، وهي معاناة النساء في فلسطين، ما شكلها وما مضمونها. أيضا أردنا أن نبين لنساء الأمة ما هو دورهن لدعم ومناصرة هذه المرأة الفلسطينية التي تعاني في الداخل والخارج، ولا ننسى أيضا المرأة الفلسطينية في الشتات. لذلك أردنا أن نوجههن إلى ما هو الدور، لأنه عليهن دور كبير في الدعم والمناصرة. فكان هذا أيضا إحدى الأهداف الكبرى للمؤتمر، أن نرفع الوعي لنساء الأمة في دورهن لدعم صمود المرأة الفلسطينية أينما كانت. أيضا أردنا من خلال هذا المؤتمر خلق أو صناعة منصة للتشبيك بين الناس المناصرين للقضية الفلسطينية، وخاصة قضايا المرأة والطفل في فلسطين وفي الشتات. ذلك لأن المؤتمرات أنتم تعلمون هي وسيلة لتشبيك العلاقات وحشد الطاقات واستثمارها. لذلك أردنا أن يكون هذا المؤتمر وسيلة لإيجاد، أو يعني أن يكون هو عبارة عن منصة للتشبيك والتعاون بين نساء الأمة من مختلف الأقطار، حيث شارك معنا كما تعلمون أكثر من 40 دولة حول العالم. أيضا أردنا أن نبرز دور الأمة في مناصرة المرأة الفلسطينية وقضايا فلسطين، وذلك بإبراز أعمال الأمة، حيث أن الأقاليم والدول، لأنه إحنا بالائتلاف نعمل تحت مظلة أقاليم ودول، أقاليم وأقطار، فعندنا الأقاليم والأقطار قد قدمت مشاريع جميلة جدا كلها تهدف وتصب في دعم ومناصرة المرأة الفلسطينية. لذلك أردنا أن نبرز هذه الأعمال لكي نري الأمة أنكم قد أسستم لدور، وأننا نحتاج أيضا إلى إكمال هذا الدور كي ننهض أو تكون المرحلة القادمة. يعني نريد أن نبين للأمة أن المرحلة القادمة هي ليست فقط مرحلة تعاون، إنما هي مرحلة شراكة حقيقية في مشروع النصر القادم إن شاء الله، والذي للنساء دور فيه. ومن أجل ذلك كان شعار المؤتمر الكبير رائدات القدس يصنعن نصرها. نعم، يعني دكتورة، اللافت في هذا المؤتمر التحول الكبير من مجرد المناصرة بالكلمة ويعني الوجدانيات والمشاعر إلى مشاريع على الأرض تدعم صمود المرأة الفلسطينية ومن نساء من كل أقطار العالم. بالتأكيد كان هناك مخرجات لهذا المؤتمر والعديد العديد من الفعاليات اللي كانت صراحة ثرية جدا ومهمة. فلو تضعينا دكتورة تغريد في صورة المخرجات وأهم الفعاليات التي تمت في هذا المؤتمر. بالنسبة للفعاليات التي تمت في هذا المؤتمر، صراحة يعني البرنامج كان حافل كثيرا، وكان فيه الكثير من الفعاليات على مستوى ندوات. كان عندنا ندوتين يعني قيمتين جدا بفضل الله تعالى. كان عندنا ورشات تدريبية، كان عندنا 5 ورشات تدريبية متخصصة في هذا المؤتمر. كان عندنا في هذا المؤتمر فقرات لإعلان وإطلاق مشاريع الأمة قد فعلتها من أجل أن يعني تبين دور
دورها في دعم ونصرة صمود المرأة الفلسطينية. أيضا كان عندنا، أطلقنا منصة سميناها استوديو أو بال استوديو، وهي عبارة عن منصة لنقل القصص الواقعية الملهمة للفلسطينيين في الداخل والخارج أينما كانوا، ولغير الفلسطينيين. وهنا يأتي دور الشراكة التي تحدثت عنها قبل قليل، أن هذه المنصة أطلقناها كي تكون عبارة عن منصة دائمة يخرج على يعني مسرحها من يتحدث بقصص واقعية ملهمة، كانت عبارة عن دعم وصمود للقضية الفلسطينية، سواء كان من داخل فلسطين أو من خارجها. أيضا في هذا المؤتمر من الفعاليات التي كانت جميلة، أننا عرجنا على مشروع بصمة، الذي هو إحدى المشاريع المركزية للائتلاف، وهو عبارة عن برنامج تدريبي لشابات الأمة، يخرجن بالنهاية يتدربن فيه ثم يخرجن بمبادرات. هذه المبادرات تتحول فيما بعد إلى نواة لمشاريع صغيرة تعمل عليها الشابات من جميع أقطار العالم. فهذه أكثر الفعاليات اللي كانت موجودة عندنا في المؤتمر وغيرها الكثير. أما بالنسبة للمخرجات التي خرجنا بها في هذا المؤتمر، فعلى مستوى الورشات خرجنا بمبادرات جدا هامة نعتبرها، وهي أولا مبادرة تأسيس رابطة نساء ضد التطبيع التي نتجت عن ورشة التطبيع التي كانت أيضا متخصصة، ثم نشأ عنها أيضا بعد ذلك من مخرجات المؤتمر تأسيس عمل عالمي للشابات لتنظيم جهودهن عملا ونصرة للقدس وفلسطين على كافة المستويات الإعلامية والمعرفية والجماهيرية. وهذه انطلقت من ورشة الشابات المتخصصة التي كنا قد عملناها في المؤتمر. أيضا خرج من المؤتمر الإجماع على تأسيس ائتلاف العالمات والداعيات العالمي لنصرة القدس وفلسطين، وهذا كان أيضا مخرج مهم جدا من مخرجات ورشة العالمات التي أيضا كانت تخصصية. أيضا كان عندنا ورشة برلمانية خرج عنها تشكيل نواة عمل للبرلمانيات ضمن ائتلاف المرأة العالمي والتشبيك مع برلمانيين من أجل القدس. وهذه إذا لاحظتي، لأننا نعمل على أن نخلق عملا ونصنع عملا متخصصا للنساء من كافة الشرائح. أيضا من مخرجات المؤتمر أننا خرجنا بإطلاق حملة عالمية دعما لإسراء الجعابيص التي الكل يعرف قصتها كأسيرة فلسطينية تعاني الكثير، وذلك حتى هذه الحملة ستبقى مستمرة حتى تنال حريتها. من اللافت للذكر أيضا أنه من أهم مخرجات هذا المؤتمر أنه تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك على مستوى الوزيرات عندنا وصانعات القرار في الدول من أجل تشكيل عمل عالمي كبير وضاغط لنصرة المرأة الفلسطينية، حيث أنه شارك في مؤتمرنا 3 وزيرات، الوزيرة الماليزية ووزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، وأيضا نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة الصليطي. هؤلاء هم أصلا عندما حضروا المؤتمر يعني ذهلوا بهذا الكم الموجود وهذا العمل الرائع، لذلك تبنوا أن يكون هناك عمل ضاغط على مستوى الوزيرات، وحثونا على أن يكون هناك دعوات أكثر لوزيرات أكثر في المستقبل ليكون بينهم عمل مشترك بإذن الله تعالى. نعم أيضا من المخرجات التي خرج بها المؤتمر أنه عندنا نحن كما قلت مشاريع مركزية لدى الائتلاف، منها مشروع ميثاق العائلة الذي يعمل على إعالة الأسر التي تعيلها امرأة، مساعدة النساء التي تعيلها امرأة في فلسطين سواء كانت زوجة شهيد، زوجة أسير، ابنة، أم إلى آخره. هذا المشروع أيضا أطلقنا يعني توسعة لانتشاره في هذا المؤتمر، والمؤتمر ساعدنا على ذلك بفضل الله تعالى. وأيضا إطلاق منصة بالستوديو التي تكلمت عنها للقصص الملهمة للقضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك كان من آخر المخرجات تبني الدليل التأسيسي والخطة الاستراتيجية لائتلاف المرأة العالمي، حيث أنه الكثير من المؤسسات يعني أرادت أن تتبنى هذا الدليل وهذه الخطة لتعمل على نهجه في المستقبل نعم في باقي الدول والأقاليم. نعم يعني صراحة عرض
جميل ومختصر، رغم أن المؤتمر كانت هناك فعاليات على مدار يومين، لكن بالتأكيد الوقت يمكن يكون ما بيساعدنا لنحكي كل شيء بالتفصيل. لكن بالتأكيد دكتورة تغريد، يعني ما شاء الله أجملتي ووضعتينا ووضعتي السادة المشاهدين في صورة هذا المؤتمر. أيضا الفقرات الفنية كانت شيء جميل ورائع. لكن إحنا دكتورة في نهاية لقائنا، وقبل أن نشكر حضرتك، بدنا يعني نستأذنكم أن نعرض الفيديو اللي كان عن زوجة الشهيد أسامة، اللي هو أسامة الزبدة، والذي صراحة كان له تأثير واسع جدا، حيث كل من كان في المؤتمر لم يتمالك نفسه وبكى بعد مشاهدة هذا الفيديو. سنعرض في نهاية حوارنا بعد أن نودعك دكتورة تغريد، لكن في دقيقة سريعا رسالة سريعة جدا لمن يتابعنا ولمن استمع لعرض حضرتك حول المؤتمر في دقيقة دكتورة. رسالتي السريعة هي أول شيء أشكرك دعاء لأنك كنت معنا حاضرة، زي ما قلوها بشخصيتك الحاضرة الشخصية والمهنية، لأنك كنت بارك مشاركة الله معنا في فيك. إحدى فقرات المؤتمر بحضورك الممتاز، ما شاء الله الله عليك. يبارك فيك. أشكرك على تواجدكم، أشكر وفد الأردن خاصة وجميع الوفود بشكل عام لوجودهم، وأدعو الجميع إلى أنه يكون مشارك وفاعل في دعم ونصرة المرأة والقضية الفلسطينية بكل ملفاتها، وأن يكون على قدر المسؤولية للمرحلة القادمة بإذن الله تعالى. وأشكركم جدا وبارك الله فيكم. الشكر موصول لك دكتورة تغريد الصيداوي ولكل القائمين على هذا المؤتمر، وشكرا جزيلا. طبعا نلفت يعني أيضا في ثواني أنه كان في هناك أسير محرر، كانت هناك فكرة لعرض الزنزانة، التي نعم طبعا هذه الزنزانة تحاكي الزنزانة الحقيقية التي يوضع فيها الأسرى. فكان معنا الأسير المحرر تيسير سليمان، وكنا في لقاء خاص معه وشرح لنا مباشرة حول هذه الزنزانة. إذا بتحب تعلقي أيضا في نصف دقيقة دكتورة تغريد. نعم، أريد أن أعلق على هذه الفكرة. هذه الفكرة نتجت من فريق اللجنة التحضيرية صراحة عندنا في المؤتمر، أنه نعمل هذه الزنزانة ويدخل الحضور إلى داخلها ليشعروا بمشاعر الأسيرات والأسرى، ويكتبوا رسالة من داخل هذه الزنزانة، وتجمع هذه الرسائل ونبعثها ككتيب للأسيرات. هذه كانت هدف هذه الزاوية، وفعلا أثرت بالكثير من الناس، ويعني كما يعني نحاول أن نوصل هذه المشاعر، وأن نكون حلقة الوصل بين الأسير وبين المجتمع الخارجي، نعم حتى نكون منه هذه التفاعلية الجميلة والوطنية، والتي تصدر عنها مبادرات بإذن الله تعالى، مثل حملة إسرائيل جعبيص التي سنعملها نعم بإذن الله ونشتغل عليها بعد أيام. يعني ما شاء الله كان المؤتمر شامل ولم يترك لا أسير ولا شهيد ولا ذويهم ولا أبنائهم، إلا وكان هذا المؤتمر يسلط الضوء على معاناتهم. شكرا جزيلا لك دكتورة تغريد الصيداوي، وأنت مسؤولة المحتوى العلمي للمؤتمر ومسؤولة المشاريع في ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين. تحياتنا لك ولكل من قام على هذا المؤتمر. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لكم، تشرفت فيكم، شكرا لكم. زادك الله شرفا وزادنا نحن شرفا مشاهدينا المشاركة في هذا المؤتمر عن الأردن، الأردن الفاعل في هكذا مؤتمرات، والذي يقدم دائما كل ما بيوسعه في العون والإسناد من خلال اللجان، من خلال كل من يساند القضية الفلسطينية من الشعب الأردني. بدنا نروح مشاهدينا لنعرض الفيديو اللي تم عرضه في المؤتمر حول زوجة الشهيد أسامة الزبدة. صراحة فيديو مؤثر جدا، وحبينا إنكم تشاهدوه معنا، فتابعوا معنا مشاهدينا. مرت سنة يا أسامة، كانت سنة قاسية ومرة، كل إشي بهالبيت على الحال اللي تركته فيه، حتى آخر هدية جبت لك إياها قبل أيام من فراقنا، الريحة اللي كان نفسك فيها حطيتها جنب أوعيك اللي استشهدت فيهم مسكرة مثل ما هي. الوقت كان أضيق من إنك تستخدمها،
ريحتها عود ومسك، بس مش هتكون أحلى من ريحة المسك اللي عبت البيت يوم دخلت لي شهيد ودمك بينزف عشان أودعك أنت وخاله. جمال اللي حمل اسم سيده الشهيد دخل المدرسة وصار رجال البيت اللي بشوفك فيه، بمشيتك، بقعدتك، بأكلك، حتى مسكة المعلقة وطريقة النوم، ولما بده يلعب أو يدرس بيقعد جنب صورتك، حتى لما بده يبكي من أي إشي بيضل قاعد جنبها. جمال اللي بس يشوفني ببكي بيقول لي تحملي يا ماما. كنت أحكي إيش يعني مفهوم التحمل عند ولد 6 سنين، بس لما شفت جسمه تحمل صيام شهر رمضان كامل وتحمل الوقفة بصلاة التراويح فهمت كيف بيتحمل نار الشوق إلك. هاي مريم القطعة الأكبر من روحك زي ما كنت تحكي لي. مريم بشعراتها اللي بتحبهم وبعيونها اللي بيشبهوا عيونك، صارت 10 سنين بتجري على الصلاة بس تسمع الأذان، ورفعت اسمك لما كرموها من أوائل مدرستها. مريم اللي بتكتب لك شوقها حروف بدفتر يومياتها وبتقول لك قديش ناقص الحياة بدونك. اسماعيل وآه من سمعة اللي سجدت شكر لما عرفت إنه ولد عشان حيحمل اسم حبيبك أخويا الشهيد إسماعيل. ما كنتش أعرف إنه اسم ابني إسماعيل أسامة جمال الزبدة حصير تسلسل من أسامي أغلى شهداء وناس فقدتهم بحياتي. سمعة اللي بناديك وهو نايم وبيدور بوجوه الرجال عليك، ولما دور عليك وما لقاك صار ينادي جمال بابا. إن شاء الله يضلوا حنين على بعض زي ما كنت لإخوتك أبوهم وأخوهم. قبل سنة كنت أنا وياك كل نهاية أسبوع نسهر على حلقات السلاجقة وتاريخ الدولة العثمانية، بس اليوم أنا والولاد بنحضر حلقات قبضة الأحرار اللي بتوثق تاريخك وتاريخ رجال مسطر بالدم. قبل سنة كان هذا المكان محرابك، وهنا تبللت الأرض لما قرأت بآخر لياليك من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت. بكيت كتير وأنا كنت ببكي وراك. اليوم المحراب هو هو، وعلى مصليتك بكمل مع ولادك صلاتنا. اليوم يا أبو جمال طولتنا مش عامرة فيك، بس حياتنا صارت عامرة بالفخر وقلوبنا عمرانة بالرضا وبالتسليم. الناس مفتقداك يا أبو جمال، اللي كنت تدبر له الدواء محتاجك واللي كنت واعده بعرسه تساعده مفتقدك. انت ملهمي حي وميت، كل همي صار أوقف جنب الناس زي ما كنت تعمل، أفرحهم، أخفف وجعهم، لأنه هو اللي ضايل. هدول ولادك اللي صاروا مقتنعين بإنك عايش بس بمكان تاني، ولما بدي أكافئ حدا فيهم بقولهم هادي من بابا، فوانيس رمضان من بابا، والعدية من بابا. هدول ولادك وهادي يسرى القوية اللي بتعرفها، ضايلة زي ما تركتني وزادتني التجربة قوة، بس أتعب وأفتش عليك في البيت وما ألاقيك بيشدني إشي لهالمكان، ولا عمري بتوه. حافظة مقامك وعارفة ومتأكدة إنك بتسمعني، ولما بطلع لازم أتمتم بقلبي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.